هذا وتواصل دوريات غرفة عمليات جدابئة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة في تكثيف الدوريات الأمنية جنوبي شرق المدينة. هذا وأكد مراسل قناتنا في جدابئة أن الدوريات جاءت بعد ورود معلومات مفادها عن وجود تحركات مشبوهة لبعض الخارجين عن القانون، لافتا إلى أن الغرفة لا زالت مستمرة في دورياتها حول جدابئة وضواحيها وخليج السدرة عامة، تنفيذا للأوامر الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة.